مبسوطة جدا اني كنت موجودة النهاردة ومبسوطة بالتكريم، ويا رب كل سنة يبقوا في احسن حال. مبسوطة جدا اني كنت موجودة النهاردة ومبسوطة بالتكريم، ويا رب كل سنة يبقوا في احسن حال. اهتمام الجمهور بقى والاعزاء، شايفينك النهارده متالقه بكامل علاقتك، مين بيختار اغذيائك وبتستشيري حد؟ انا اللي بختار معظم الوقت، وشريف نصر الستايلست ومصمم الازياء هو برضو اللي بيختار معايا. مين اشهر المصممين مثلا بتحب تتابعي اعمالهم سواء في الوطن العربي او عالميا؟ مصممين ازياء عالميين، في البحيري جميل جدا جدا، بيعمل حاجات حلوه برده ومختلفه، بس انا لسه ما اشتغلتش معاه ابدا. يعني اهتمامك حاليا بالسوشيال ميديا، شغاله على السوشيال ميديا حاليا؟ جدا جدا متواجده، وفي اغنيه نازله بعد كام يوم اسمها ما تيجي دلوقت، الحان وكلمات عزيز الشافعي. في لسه اغاني بعديها كتير، بس دي اللي اتصورت. أول ما يجيلي دور تمثيل مناسب أكيد هعمل كده. شكرا حبيبي، ألف شكر. Thank you.